هنعمل النهارده مكرونه بالسجق، حاجه كده وصفه سريعه وسهله، طعمها حلو جدا، الاولاد هيحبوها، الكبار هيحبوها، فتعالوا نخش على الطريقه على طول. هنا عندنا كيلو سجق بلدي، بحب اقطعه بالطريقه دي، وعشان ما يفرولش منكم قطعوه وهو لسه يكون مثلا ايه مفرز او سنه يعني سائع، بحيث ان لما تيجوا تقطعوه ما يفرولش، يبقى بالمنظر ده. مهم جدا برضو انه الطاسه بتاعتنا تبقى سخنه لما نيجي ننزل السجق، عشان برضو احنا فاتحينه مش عايزينه يفرول، هياخد الصدمه ويكش ويلم على طول. خلاص هننزله، مش هنحط زيت ولا اي حاجه عشان هو اصلا هينزل الديوت بتاعته. هنقلب بقى كل ده لغايه لما يستوي معانا وياخد لون حلو. طب احنا كده خلصنا، اخد لون حلو قوي. ونزل دهون، ممكن لو انتم مش عايزين الدهون دي تصفيها تصفوها يعني وترجعوا تشتغلوا عادي، انا هسيب الدهون لان هو ما نزلش كتير. هناخد بعد كده بصله تكون متقطعه صغير جدا او شرايح، وهنشوحها بس تدبل كده شويه. هحط شويه ملح بس مش كتير، لان هو اصلا يعني بيبقى متبل، فخلوا بالكم من الملح. وهنحط برضو شوية فلفل، مش هنزود كتير قوي. طب دلوقتي هنضيف الثوم، دول حوالي 6 فصوص ثوم مهروسين. بصوا منزلة دهون كتير ازاي، عشان كده انا ما بحبش اضيف زيوت خالص في الاول، احنا هنحمر كل ده بزيتها. دول حوالي 4 معالق كبار صلصة طماطم. طب دلوقتي تسبكت، وهنضيف الطماطم مقطعها قطع صغيرة كده، ودول 3 حبات متوسطين، هنشوحهم مع بعض، وهنسيب الطماطم لغاية لما تستوي تتهري كده معانا. خلاص الطماطم استوت، هنضيف دلوقتي جزر، دول برضو 3 حبات متوسطين، بشرتهم، ممكن تعملوهم مكعبات زي ما انتوا حابين، ولو حسيتوا انه محتاجين مية ممكن تضيفوا حبة صغيرة يعني مفيش اي مشكلة. وده فلفل اخضر رومي، دول حوالي حبيتين، قطعتهم برضو بالطريقة دي، شوفوا انتوا بتحبوا تعملوا ايه. وهنا عندنا زيتون اسود، اوكي حطوا الكمية اللي انتوا عايزينها، ممكن تستخدموا اخضر، مش عايزين زيتون خالص شيلوه، عايزين تضيفوا حاجة تانية عادي جدا برضو، بس الزيتون مع الطماطم مع السجق مع الباستا بتدي نكهة حلوة جدا. هضيف حبة زعتر كده صغيرة. خلاص بعد ما ضفت الزعتر الريحة عايز اقولكم تهبل تجنن، هنضيف المكرونة. المكرونة استخدموا اي حاجة انتوا حابينها، انا هنا عندي مكرونه كانت حوالي 500 جرام سلقتها، ومش عايزين نسلقها اللي هو تتهري، خلاص لازم يبقى فيها قرشه صغيره كده اللي هي بيقولوا عليها الدونتي، فهننزلها كلها بسم الله، وهنقلب كل ده مع بعض. زي ما قلت لكم لو حسيتوا الدنيا ناشفه معاكم مفيش مشكله، ضيفوا حبه ميه ما تقلقوش خالص، بس المهم تبقى سخنه. خلاص هننقلها بقى، وهنعمل اخر حاجه اللي هي الجبنة، وأهم حاجة حطينا الجبنة بتاعتنا، ممكن طبعا تستخدموا أي جبنة، أنا عملت ميكس هنا جبنة شيدر على جبنة موتزاريلا عشان طبعا المطة وعايزين الطعم. حط شوية زعتر كده من فوق، وكل اللي هنعمله دلوقتي هندخلها الفرن تاخد بس لون كده، هنشغل الشوايه بس لان هي خلاص مستويه وجاهزه ومش عايزين ننشفها كتير، فهندخلها بس تاخد كده وش جبنه تسيح، نطلعها نبص عليها. واحنا كده خلاص خلصنا وصفه السجق بالمكرونه، طعمها يهبل، واحلى حاجه انها كلها بتتعمل كده على بعضها في حله واحده او في طاسه واحده، والاولاد هيحبوها زي ما اتفقنا جدا جدا، والكبار كمان.
لازم تجربوا الوصفة دي سهلة وسريعة، وأشوفكم إن شاء الله في وصفة جديدة. باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.